الرسائل، رسائل السادة المشاهدين. أيمن العجوز، أيمن العجوز، أنا اسمي أيمن من مصر، أنا عندي 33 سنة وعندي قولون، وفجأة لقيت نفسي بنزل 30 كيلو في شهر، عملت تحليل غدة وسكر وغيره ومفيش حاجة، أرجو الإفادة. نفيدك يا أيمن، بس انت 33 سنة عجوز ازاي؟ يعني انت مش عجوز، خليك ايمن بس. طبعا اللي ما يقولكش اعمل منظار يبقى غلط في حقك. بتقول عندي قولون، مظهره ايه؟ طب ما يمكن مش قولون، ما احنا اتفقنا في حلقات قديمة جدا ان ال قولون بيدي اعراض تشترك مع مليون مرض، مع مليون مرض. عندي انتفاخ، طب ما تليف الكبد يعمل انتفاخ، ايه المشكلة في كده؟ عندي مغص، طب ما حمى البحر الابيض بتعمل مغص. كلمة قولون دي كلمة عامة قوي قوي قوي، ويا ريت نبقى حذرين واحنا بنقولها. ده انا بيجي لي عيان يقول لي انا عندي قولون بقى 40 سنه. تمام، كويس، وبعدين يطلع حاجه تانية خالص خالص. طبعا القولون يمثل جزء كبير جدا في مشاكل البطن، يعني مشاكل البطن القولون يمثل فيها جزء كبير جدا جدا. لكن اذا ما عملتش منظار ليه؟ خسيت. اللي بيخس ده هنعمل له منظار بس بعد ما نتاكد ان هو قولون. في تحليل بيتعمل في البراز اسمه كالبروتكتين، نشوفه عالي ولا لا. طب قد يكون بنكرياس، قد يكون بنكرياس ومتشخص من الاول على انه قولون، هو مش كده؟ ما هو ده زي ده، البنكرياس انتفاخ ومغص. نادر لما حد يسأل المغص ده بيسمع في ظهرك ولا لا، نادر جدا. فعشان كده يا ايمن هتروح لدكتور جهاز هضمي، هو لوحده هيطلب لك منظار، او قد يطلب موجات صوتية على البنكرياس بالمنظار. ده منظار قولون، ده منظار على البنكرياس، هو هيختار الدكتور يقول لك ايه اللي تعمله، لان خسية 30 كيلو في شهر، لا لا اسف، السكر ما يعملش كده ولا الغدة الدرقية تعمل كده. انت بتقول عملت تحاليل، انت ما جبتش يا ايمن يا عجوز سيرة المناظير خالص. مشكلة في بطنك، الخسية ظاهرة لازم ناخد بالنا منها، ناخد بالنا منها كويس. فقدان الوزن يحترم، عرض يحترم ويحترم جدا فقدان الوزن. طبعا اللي عمل لك تحليل الغدة الدرقية على حق، من الأسباب اللي تخلي تحليل الغدة الدرقية النشاط بتاعها يخسس، اللي عمل لك تحليل سكر على حق. لكن أنت لو كنت قلت لي حاجة كنت ريحتني أهو. أنت بتخس رغم شهية كويسة ولا ما عندك شهية؟ كنت تفيدني جدا جدا جدا. لكن أنت ما قلتش النقطة دي. إحنا عندنا اللي بيخس نوعين، يا بيخس بشهية حلوة يا بيخس بفقدان شهية. الأمراض السخيفة بتعمل فقدان وزن مع فقدان شهية، دي السخيفة. اللي مع شهية جامدة السكر والغدة وحالات نفسية تخليك بتخس وبتاكل كويس. فأنت يا أيمن ما قلتش، ما جبتش سيرة الحاجات دي.